الاخوات لاباس عليكم؟ جايين العائله ديالكم كلشي مزيان؟ هاد الصباح هذا اتصل بي واحد الصديق امريكي خاصينو هادوك السخانات، كاين بزاف هاد الايام جاي، وحتى اليوم من المتوقع غادي تهبط يا الشتاء ومن بعد غادي يكون الثلج، فوصاني باش نجيب ليه شي سخانات غادي نمشي نشوف شنو كاين. الايام كاين عندهم نقص بزاف هادشي ديال السخانات، اي حاجه كيجيبوها كتمشي. هو دابا نمشي مع الصباح انا الاول ونشوف شنو كاين، واش لقى شي حاجه ولا ملقاش. والله العظيم ما قدتيش نوض من تحت المنطقه، انا في الباب بزاف، ولكن ماشي مشكل، السيد كيتعامل معايا مزيان، انا خصني نمشي نتعامل معاه ونعاونو. يلا نشوفكم في هذاك السطور اللي غنمشي ليه، هذاك المتجر، نشوف واش كاين فيه شي حاجه ولا لا. البرد القارس، ايوا نمشي نشوفو شنو كاين. البرد القارس تحت المدارس. ماشي مشكل، هانتوما كيما كتشوفو الدنيا، كاين بنادم كلشي صامت على هاد البرد هذا، شي واحد ما خارج الا شي واحد اللي كان الله يحسن العوان غيمشي للخدمة ولا غيمشي لشي بلاصة لي زعما يقضي شي غارة غادي يتقدا ولا شي حاجة يرجو. ملي كيهبط داك الشتا وكيكون البرد بزاف كيتحول لهداك الشي داك بحال كيما كنقولو حنا بحال الجريحة كتولي في الأرض، ومن بعد كتولي صعيب باش تصوب. هذاك المتجر ما بعيدش، غير هنا غير ديك الفيقه ديال الصباح اللي صعيبه شي شويه مع البرد هذا بزاف، الانسان غير كيتحرك وكيسخن فيك الدم شي شويه صافي كتولف. نتمنوا من الله نلقاو هذاك الشيء اللي غاديين على قبله، هذوك السخانات. اخوان ما تنساوش الله يجازيكم بخير، دعمونا باللايك وب ان شاء الله اوكي باللايك وب بارطاج مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم، و التعليقات ديالكم خليوها، لا بغيتوني ندير شي حاجه مثلا شي تصور شي بلاصه عجباتكم انا مستعد. يلا كتكون فاتح كتكون داير اليوتيوب صعيب باش تحقق ديك الشروط الاولى، كيطلبوا منك ديك 4000 ساعه و 1000 ابوني صعيبه شي شويه كبدايه، كنحاولوا حنا نكملوا دوك الشروط ديالهم باش ان شاء الله تبقى القناه مستمره، ونمشيو نصوروا لكم في بلايص مختلفين وتكون مواضيع شي حاجه اللي غيستافد منها الانسان. اوكي يا خاوي مع الصباح مزيان. هاد المتجر اللي غادي ليه دابا فيه كلشي داكشي اللوازم ديال الصباغه بحال كيما كنقولوا حنا عندنا الدروغلي في المغرب، فيه كلشي، كاين الصباغه كاين اي حاجه الخلا هذاك من المسمار حتى ما نعرف شنو كلشي موجود عندهم.
هو هذا المتجر بلاتي نشوفو غير شي بلاصه نباركيو فيها. كاين حتى شي واحد، كاين هاد الطوموبيله وحده صافيه اللي كاينه. اوكي كيما كتشوفوا عندهم السلعه على برا وعندهم السلعه لداخل، كلشي عندهم هنا. الكمامة دائما، الكمامة كنساها دائما. يا ربي تحيد علينا هاد الجائحة وهاد المرض هذا اللي طول بزاف. عندهم السلاح عطيناه على برا، هي حاجة تحتاج اي واحد عندهم هنا للمنزل ديالو، سواء فاتشي ديال البناء ولا صباغة ولا اي حاجة كاينة عندهم. البلازا هذه فيها مجموعة ديال المتاجر، هذا هو الاسم ديال المحل هذا اللي كيبيع داكشي كامل. غادي نتوكلوا على الله وندخلوا نشوفوا شنو عندهم. ها نوقفوا شي شوي. مع الاسف دخلت عندهم سولتهم ما عندهمش، قال لك تقاد عليهم داكشي ما بقاش عندهم حتى حاجه. وغيجي عندهم واحد الشاحنه غتجي في الوقيته ديال من ورا 12، غادي تجي واحد الشاحنه غادي نشوف، غادي نتصل بهم ونشوف لا كاين شي حاجه. هو هذاك ما كاينش، ما عندنا ما نديرو. ايوا غادي نسول نمشي نسول في واحد المحل واحد اخر، نمشي نشوف واش عندهم ولا ما عندهمش. واش كاين عندهم هادشي ديال اي حاجه احتجتيها، هادشي سخانات واحد البارد ولا شي حاجه، خص الانسان ياخذها على تيساع قبل ما يوصل هادشي. ناوي لو وصل هاد الشيء ما كيبقى عليكش، ما عندك ما دير. اي حاجه انا كتجي عندهم كطيب غير بسرعه، الناس كلشي كيتقدى وما كيشريوش عا حاجه وحده، كياخذ 3 4 5 من هذاك وكيخليهم عنده. يلا يتكافى مع هاد البرد هذا. انتم كما كتشوفوا الدنيا خاوية شوية هاد الصباح، هذا اليوم الحد. نهار الحد ما كاين حد. الله يا ربي الله. نوجه واحد التحية خالصة لليوتيوبرز المغاربة ديالنا اللي ردوا على ديك التفاهات ديال الجنرالات ديال العسكر تاع الجزائر. حنا الجزائريين خوتنا وتلاقينا معاهم هنا في امريكا وداكشي وكنتعاملوا معاهم، ما كنحسوش زعما بشي اختلاف ولا بدا شي حاجة. حنا الحمد لله كلنا واحد، بيناتنا نسوبية، بيناتنا دم، بيناتنا يعني واحد العلاقات متينة يعني. ولكن للأسف هذوك العسكر اللي عندهم هما تما المسعور ديال الجنرالات ديالهم يعني حشومة عليهم بزاف هادشي اللي كيديرو. ما وقروش حتى جلالة الملك نصره الله، ما وقروش
كان المغرب ديما معامل معاهم، معاونهم في الوقت ديال الاستعمار، ما خلى ما دار معاهم، وفي الاخير ما انت كتشوف شنو 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 المعامله ديالتهم كيفاش دايره. يعني الدوله المغربيه دوله يعني رزينه في المعاملات ديالها، ما كديرش ديك ردات الفعل ديال تبرهيش اللي كيديروا هما، غاديين كيديروا في كاريكاتير لا علاقه، وداك الشيء كلشي كذوب، حتى شي حاجه ما كاينه من داك الشيء. ايوا شنقول لك، الله يديم اخلاق وصافي، و الله يصبرنا عليهم، هادشي اللي نقولو. وصلنا دابا للمحل، يا ربي نلقاو داكشي اللي جينا عليه. الا ما لقيتش غادي نعاود نتصل بهادوك من ورا 12 ديال العشيه، ونشوفوا شنو كاين، واش كاين شي حاجه ولا ما كاين والو. اوكي دابا وصلنا. غالبا هاد والمارت دائما كيكون فيه كلشي، ولكن لكن ضغط على هادشي ديال السخانات وداكشي كلشي باغي يشريهم ما تلقاش. المهم حنا نوقفو دابا تنعاودو. المهم هادو هادو غي دوك المايكروويفز، هادو فاش يلاه كنت جيت لميريكان باقا كنعقل، شريت وحده بحال هادو دي بانيت بيها ملي كنت ساكن مع شي دراري بحال هكا، ما كان عندي لا ناموسيه لا والو. فاش يلاه جيت النهار الاول دي باني فادي زوينه ما بيهاش 34 فين جا هي هادي. ومن بعد 34 35، هنا نورمالمون فين كيكونوا هنا في هاد المكان خاوي ما فيه والو. كاين حتى شي حاجه، كلشي مشى. كاين والو، كاين حتى حاجة باقينا هنا. دابا هاد الوقت هذا ما تخدم فيه غير المانطي اللي كتخدم فيه. ما كاين والو دابا، غادي نمشيو. كاين حتى شي حاجه ما كاينه والو، ما بقى حتى شي حاجه ما جابش الله. ايوا غادي نمشي تما نشوف هاد بعد 12 ولا شي حاجه، الا جا شي شاحنه محمله بهذا الشيء ديال سميتو. هاد الايام الشاحنات ما كيوصلوش بالوقت، لانه الشاحنات ما كيوصلوش بالوقت لانه كاين شي شيء ديال عواصف ثلجية وكاين الشتا بزاف وداك الشيء، وقعوا شي حوادث، لذلك هذاك الشيء علاش الناس
المهم بزاف ديال السلعه وداك الشيء ما وصلش في الوقت ومعطل داك الشيء علاش. المهم خليكم الاخوان حتى من بعد مره اخرى ونشوفكم ثاني في شي فيديو اخر. مع السلامه، وما تنساونيش من الدعم ديالكم، ديروا لايك للفيديو الا عجبكم، وخليوا الكومونتيرات ديالكم، التعليقات. ايوا هذا مكان. مع السلامه.